أهل مكة، يا أهل مكة، لقد طرقت بنود الكعبة. حتى الكعبة لم تسلم من اللصوص. بيت الله الحرام طرق يا أهل مكة. يا قومنا، إن أحجار الكعبة مرصوصة من غير ميلاط، ونخشى عليها من أن تتهاوى. هناك سفينة تحطمت لرجل من تجار الروم، فلنأخذ أخشابها ولنبعث للنجار القبطي ليسقف الكعبة بالأخشاب. يا قوم، يا قوم، لقد بعث الله طائراً اختطف الحية التي تتشمس كل يوم على جدار الكعبة. فألو خير، فألو خير. حدث الناس يا أبا لهب. لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيباً، ولكننا نخاف هدم الكعبة. هل أبدأ أنا في هدمها؟ اللهم لا نريد إلا الخير. إذا ننتظر، فإن أصيب فلا نهدم منها شيئا. يلا يلا يلا.